الواضحات تراجع فكري وتراجع علمي. توضيح الواضحات معناه أن الإنسان بدل أن يصعد، بدل أن يضيف، يبقى في مجال، في مكان، في المرحلة الأولى. وهذا شيء سيء جدا، لكن الإنسان أحيانا يضطر أن يوضح أمورا واضحة. 2+2 يساوي 4. لكن جاء بعض الأشخاص، خصوصا إذا كانوا يملكون قوة إعلامية، قالوا لا، 2+2 = 4. هذا ما يقوله البعض، ويحاولون أن يثبتوا ذلك. في هذه الحالة العالم يأتي يصرف وقتا، جهدا، يأخذ من وقت المستمعين ليثبت أن 2+2 = 4. مجبور، مضطر. في الطب من الأمور البديهية الواضحة أن الحمى مثلا هي أن درجة الحرارة في داخل جسم الإنسان تزيد عن الحد الطبيعي، ما يقارب من 37، هذا الحد الطبيعي، لعله من 36.5 إلى 37.5، لعله الأطباء أعرف طبعا. شخص حاكم متنفذ له قوة، رأيه يكون على أنه لا، الحمى شيء آخر، هذه ليست هي الحمى، وبقوته التي يملكها وبضغطه، حاكم جاهل، والأموال التي يصرفها، يثبت للناس رغما عنهم أن الحمى شيء آخر، الحمى ليست هذه. في هذه الحالة طبيب حاذق يضطر أن يأتي يبين للناس: أيها الناس، الحمى معناها أن درجة الحرارة في داخل جسم الإنسان ترتفع إلى أكثر من المستوى الطبيعي. هذا الوقت لو كان صرفه هذا العالم في الطب لكان قد تقدم بالناس خطوة في مجال الطب إلى الأمام، ولكن هذا الوقت صرفه في ماذا؟ في شيء بديهي اضطرارا. وهذا الشيء الضار، هذا الشيء السيء جدا، بسبب وجود اضطرار وقع فيه كل المصلحين، وفي صدر القائمة كل الأنبياء، الرسل، الأوصياء، كلهم وقعوا في هذا الاضطرار. جزء من حياتهم الثمينة كان يصرف في إثبات البديهيات. كم ساعة، كم يوم، كم شهر من حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، التي كل لحظة من لحظاتها ثمينة جدا، كم من عمر النبي صلى الله عليه وآله صرف لإثبات أن هذه الأحجار، أن هذا الخشب ليس هو الخالق لكم؟ شيء واضح بديهي، هذا الخشب خالق، هذا الحجر خالق، ولكن الجهل الحاكمة، القوة الحاكمة أدخلت في عقول الناس أن هؤلاء، هذه هي أرباب، حجر، خشب، تمر، هذه أرباب. يضطر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصرف عمره الثمين
لإثبات هذا الشيء البديهي. لماذا؟ لأن الجهة الحاكمة أو الفئة الحاكمة أنكرت هذا البديهي، وطبعا صرفت أموال، جهود، ضغط، إيذاء بأشكال مختلفة، مشت هذا الشيء الذي هو خلاف البداهة. الحاكم الجاهل اعتقد بأن القرآن غير مخلوق، ساعات وساعات، عشرات الساعات، لعله مئات الساعات من حياة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام صرفت لإثبات أن القرآن مخلوق. بديهي أصلا، القرآن خالق؟ لا، إذن هو مخلوق. هذا الشيء البديهي لأن الحاكم اعتقد بخلافه، اضطر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن يوضحوا هذا الشيء الواضح. كم من الساعات الطويلة صرفت من قبل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بتبعهم من قبل العلماء الكبار لإثبات ولاية أمير المؤمنين. بديهي أصلا، من بديهيات الإسلام ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ولكن حكام يملكون أموال، يملكون إعلاما، يملكون قدرات، اعتقدوا بخلاف هذه العقيدة، مشوا ملايين من الناس، لا إلى يوم القيامة مليارات من الناس بخلاف هذا الاتجاه، وأعمار طويلة صرفت لإثبات هذا البديهي. هذا شيء جدا مؤسف، ولكن واقع اضطرار. من الأمور البديهية التي نضطر أن نثبت هذا البديهي، من الأمور البديهية في التشيع أن الشعائر الحسينية المقدسة كلها محبوبة. هذا شيء بديهي أصلا، هذا شيء واضح. الكلام في إثبات هذا الشيء توضيح للواضحات، إثبات للبديهيات.